السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أساتذتنا الأفاضل، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ كله كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض الجزء الثاني من محاضرتنا النهاردة، الفصل السابع، Project Cost Management، إدارة تكاليف المشروع. اتكلمنا مع بعض في الجزء الأول من المحاضرة على يعني إيه Cost Management، يعني إيه Plan Cost Management، يعني إيه Estimates Costs، وهنكمل مع بعض الاستيمتس كوستس ونتكلم على الديترماين بادجت ونبص على الجزء العملي اللي خاص بمحاضره النهارده. طيب قلنا مع بعض ان الاستيمتس كوستس الهدف منها الاساسي ان اقول ان كل عمليه في المشروع تكلفتها كام، كل عمليه في المشروع تكلفتها كام، وبالتالي زي ما عملنا بالظبط في استيمت اكتيفيتي ديوريشن ان كل عمليه الديوريشن بتاعها كام دي مثلا او شهر او كلام ده، النهارده هنتكلم كل عمليه تكلفتها كام جنيه او كام دولار او كام يورو او غيرها. والمحاضره ان شاء الله تعالى في الريسورسز هنتكلم على يعني استيميت اكتيفيتي ريسورسز. يبقى انا عندي فيه ثلاث حاجات للاستيميت: استيميت اكتيفيتي ديوريشن واستيميت كوستس واستيميت اكتيفيتي ريسورسز، والثلاثه نفس التولز والتكنيكس اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده والنهارده. طيب ممتاز، نمسك بقى كل نقطة نتكلم عنها بالتفصيل. قلنا مع بعض اللي أنا عندي الاستيميت كوستس بتطلع الكوست استيميت والبيزس اوف استيميت، والاثنين عبارة عن دوكيمنتس يدخلوا في البروجكت دوكيمنتس. طيب ايه المدخلات اللي عندي؟ عندي البروجكت مانجمنت بلان جواها ولادها، الكوست مانجمنت بلان والسكوب بيز لاين والكواليتي مانجمنت بلان يدخلوا لي كمدخل. عندي الليسنز ليرند ريجستر، البروجكت سكادوال، الريسورس ريكويرمنتس والريسك ريجستر، ودول جايين لي من البروجكت دوكيمنتس. عندي الاي اف والاو بي اي. طيب الاستيميتس كوست بتطلع دوكيمنت وكمان بتعمل ابديت لبعض الدوكيمنت، وفي الاخر ان المخرج بتاعها بيروح البروجكت دوكيمنت. اتكلمنا على البروجكت مانجمنت بلان، اتكلمنا على البروجكت دوكيمنتس الاي اف والاو بي اي، واتكلمنا كمان على الاكسبرت جادجمنت، الانالوجس، البارامتريك، البوتوم اب استيميتنج، الثري بوينت استيميتنج، البي ام اي اس، والديسيجن ميكنج، والديتا اناليسيس. اتكلمنا على الريزيرف اناليسيس سواء الكونتينجنسي ريزيرف اللي بيعمله البروجكت مانجر او المانجمنت ريزيرف اللي بيعمله سبونسر، واتكلمنا على الكوست اوف كواليتي وهنشرحها بالتفصيل في الفصل القادم ان شاء الله تعالى في الكواليتي مانجمنت. طيب ايه المخرج اللي عندي؟ اتكلم على الكوست استيميت. الكوست استيميت انكلود كوانتيتيف اسسمنت اوف ذا كوست ريكويرمنت تو كومبليت بروجكت ورك از ويل از كونتينجنسي اماونتس تو اكاونت فور ايدنتيفايد ريسكس اند مانجمنت ريزيرف تو كفر ان بلاند ورك. يبقى انا عندي الكوست استيميت بطلع منها ايه؟ بطلع منها التاسك دي او الاكتيفيتي هتتكلف كام، وفي نفس الوقت بحط كمان الكونتينجنسي ريزيرف زي ما احنا شرحنا وقلنا لو في عندك نون اوف انون، انت عارف ان في انون او في ريسك هيحصل وانت متوقع الريسك اللي هيحصل، بتركن على جنب ريزيرف اللي احنا سميناها الكونتينجنسي ريزيرف. وقلنا ممكن بعد ما تعمل يعني ديترماين البادجت وتيجي ترفعها على المدير او السبونسر يزود عليها كمان مانجمنت ريزيرف فور انون اوف انون، يعني ممكن حاجه تحصل احنا ما نعرفهاش، هو كمان بيزود ريزيرف. يعني ممكن مثلا انا عارف ان التاسك هتتكلف مثلا يعني 1000 جنيه فانا اكتبها ب 1200 احتياطي 200 جنيه على جنب. طيب التاسك اتكلفت فعلا 1000 هرجع ال 200 للشركه مش هاخدهم، او لو التاسك اتكلفت 1100 1150 انا عامل حسابي في الزياده. طيب حلو قوي، طب انا عملت استيميت للبروجكت كله طلع بمليون بما فيهم الكونتينجنسي ريزيرفز، لما اجي اقدمهم للسبونسر مش هيقول مليون، هيقول كمان مليون و200 الف. طب انت يا عم زودت 200 الف ليه؟ برضو احتياطي ممكن تحصل اي حاجه غير معلومه، زي ما ادينا المثال بتاع كورونا فيروس، زي ما ادينا المثال بتاع مرفق بيروت، او اي لا قدر الله حاجه تحصل احنا مش واخدين بالنا، او حاجه ممكن تحصل احنا مش متوقعينها. طيب ما حصلش حاجه والدنيا الحمد لله جميله، خلاص هنرجع ال 200 الف للشركه، احنا مش هناخدهم في جيبنا، احنا هنديهم للشركه، او ممكن يوزعها في صوره مكافئات للعاملين بالمشروع، يعني دي تبقى قصه ثانيه. ولكن انا بزود كونتينجنسي ريزيرف احتياطي طوارئ، وبزود مانجمنت ريزيرف احتياطي حاجه احنا مش متوقعينها. طيب برضو لما نيجي نتكلم على الكوستس، حبايبنا اللي شغالين في التكاليف يقول لك ان في مصاريف مباشره وفي مصاريف غير مباشره. في حاجه اسمها دايركت كوست اللي انا بتبقى مرتبات، اللي هي بتبقى ماتيريالز،
اللي هي بتبقى equipment بشتريها او باجرها, information technology بشتريها او باجرها, كل دي كلها direct costs. وبرضه ممكن يكون في عندي indirect costs, مصاريف غير مباشره بس انا بحملها على المشروع. يبقى انا لما باجي احسب تكاليف المشروع بعمل تكاليف لكل حاجه, سواء المصاريف المباشره او المصاريف الغير مباشره, وبضيفها للمشروع. وبطلع كمان البيزس اوف استيميت شود بروفايد ا كلير اند كومبليت اندرستاندينج اوف هاو ذا كوست استيميت واز درايفد. يعني بالتالي بقى انا بتكلم على ازاي حسبنا المصاريف. واخيرا ابديتس للدوكيمنت اذا لازم الامر. طب نبص على الموضوع عملي. يبقى دي بمنتهى البساطه الخطوات اللي احنا بنشتغل عليها من وجهه نظر البي ام اي. قبل ما ندخل بقى على الديترماين بادجت نبص على الموضوع عملي. هنشغل مع بعض برنامج مايكروسوفت بروجكت. طيب نبص مع بعض على برنامج مايكروسوفت بروجكت عشان مع بعض على الشير. طيب انا كده فتحت برنامج مايكروسوفت بروجكت وللسهوله بس عملنا مشروع مع بعض. المشروع ده عبارة عن ايه؟ المشروع ده بمنتهى البساطة عبارة عن تشطيب شقة سكنية. قلت انا عندي بقى تأسيس حوائط, اعمال كهربائية, اعمال صحية, اعمال نجارة, عندي مثلا تشطيب حوائط, عندي او تأسيس حوائط, تشطيب حوائط, عندي اعمال تسليمات, عندي انتهاء المرحلة الاولى. وقلنا اعتبر ان كل واحدة من دي WBS تحتيها شوية activities. طيب كل WBS من دول ليه estimated duration, كل WBS ليه بداية ونهاية, ليه predecessor وsuccessor زي ما شرحنا بالتفصيل المحاضرة الأخيرة. حلو قوي. طيب نتكلم بقى على الكوستس. ركزوا معايا. لما نيجي نتكلم على الكوستس بنتكلم دايما على ريسورس بحمله على المشروع, والريسورس ده ليه تكلفة. يعني في واقع الأمر هو إيه اللي بيكلف المشروع؟ ريسورسز محملة والريسورس دي ليها تكلفة. يعني لو قلنا مثلا أنا عايز أبني عمارة على سبيل المثال, فأنا بشتري مواد خام, هو ده مواد خام ليها تكلفة. وليكن مثلا بأجر معدة او بشتري معده على حساب المشروع, ما المعده دي ليها تكلفه. وليكن مثلا بعين موظف او مهندس او عامل او استشاري, ما في الاخر الهيومن ريسورسز ليهم تكلفه. بخلص مثلا تصاريح, بدفع فلوس لجهه معينه عشان تدخل لي كهرباء او ميه او تليفون او فلوس بتدفع. طب انا عايزين بقى نحط كل المواضيع دي كلها في صوره تكاليف المشروع. فركزوا معايا, بيتعمل الموضوع ازاي عملي؟ باجي على قائمة تاسك وبختار من الجانت شارت, بختار حاجة اسمها ريسورس شيت. ريسورس شيت معايا يا باشمهندسين؟ فلما بختار ريسورس شيت بتطلع لي شاشة جديدة خالص اسمها ريسورس شيت. ابتدي اكتب الريسورس اللي انا محتاجها. يعني مثلا عامل على سبيل المثال, مثلا مهندس موقع, مثلا طن اسمنت, انا بس بديكم امثله يعني, طن حديد, مثلا اي حاجه بقى, جرار او ونش. يعني بس بحاول اديكم امثله بس على سبيل المثال. مصروفات عموميه مثلا يعني. طيب اول ما كتبت اسماء الريسورسز ظهرت لي شاشه ثانيه اسمها التايب. ايه التايب دي؟ التايب دي حاجه من ثلاثه. لما نكليك عليها ورك ماتيريال كوست, ورك ماتيريال كوست, ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ورك يعني حاجه ليها رنت, حاجه ليها ايجار, حاجه ليها مرتب شهري, مرتب مثلا كل يوم او كل اسبوع, وبالتالي ليها ريت معين. فدي معنى كلمه ورك. ماتيريال من اسمها مواد خام, خامات. كوست يعني فلوس بس مش ماتيريال ولا عمال. طيب نعملها مع بعض. نتخيل مثلا العامل هياخد فلوس كل يوم او كل اسبوع او كل شهر, فده ليه ريت, فده يبقى ورك.
نتخيل ان المهندس بياخد مرتب كل شهر، فده ليه ريت. طن اسمنت ده مالوش ريت، ولكن ده ماتيريال. طن الحديد نفس القصه، ده ماتيريال. طب الونش، انا باجر ونش وبالتالي هيشتغل معايا وورك زيه زي العامل بالظبط، اليوم بكذا. المصروفات العموميه دي مش وورك ولا ماتيريال، دي كوست. طيب نايس، اكتب الريت. العامل بياخد كام؟ وليكن مثلا بياخد اي حاجه يعني 200 جنيه في اليوم، 100 جنيه في اليوم. فبنكتب مثلا 200 بير داي، يبقى 200 جنيه في اليوم. 200 جنيه طب هو عارف منين جنيه؟ عشان مظبط في مايكروسوفت بروجكت السيتنج اللي انا هشتغل بالجنيه المصري. عشان كده قلت لكم نخلص السيتنج في الاول قبل ما نعمل المشروع. طب مثلا مهندس الموقع بياخد مرتب وليكن 10,000 في الشهر مثلا يعني، فوليكن بياخد 10,000 بير مانس. مانس ام او مش ام بس، ام بس يعني منت، ام او يعني مانس. فالراجل ده بياخد له 10,000 في الشهر. طيب طن الاسمنت نتخيل بكام يعني؟ ب 1000 جنيه، ب 2000، ب 3000، اي رقم يعني 1000 جنيه. انا بس مدي ارقام. طن الحديد وليكن ب 10,000 برضه بندي ارقام مثلا يعني. الونش باجره ب 1000 جنيه في اليوم او 500 جنيه في اليوم، اي حاجه يعني. المصروفات العموميه بتبقى فاضيه ما بيتكتبش فيها حاجه. طيب يبقى انا عملت ايه؟ انا حطيت كل الريسورسز اللي انا محتاجها وحددت كل ريسورس نوعه ايه. ما انساش الورك لو في ريت. ريت يعني مثلا باجر معده باليوم، بدفع مرتب باليوم او اجر باليوم للعامل، بدفع مرتب شهري، فده بسميه ورك. ماتيريال يعني خامات، عندي مثلا مثلا الخامات تختلف طبعا الوحده بتاعتها، فزي ما قلنا مثلا حديد التسليح وليكن بالطن، وليكن مثلا الاسمنت بالطن، وليكن مثلا لو انا بشتري رزمه ورق كرتون او بشتري مثلا احبار للبرينتر بالقطعه، فممكن الماتيريال تبقى بالقطعه او تبقى بالكيلو او تبقى بالطن على حسب يعني، او تبقى بالدسته ممكن يعني على حسب. طيب الحاجات اللي هي ليها فلوس كتبت الريت بتاعها والكوست ما بيبقاش فيه ريت. طب نرجع مره ثانيه للجانت شارت، ما حصلش حاجه. بصوا بقى اللي انا هنعمله ايه، ركزوا معايا. انا عايز اساين الكوستس، فهعمل ايه؟ هزود عمود، العمود ده اسمه ريسورسز. يعني جيت هنا عملت دراج وعندك حاجه اسمها اد نيو كولوم، فدوست عليه وكتبت ريسورسز، فزود لك عمود اسمه ايه؟ اسمه الريسورسز بتاعك. او حتى لو انت مش عايز تزود العمود، انا بس بوريكم بكل الطرق، لو انت مش عايز تزود العمود خالص مسحت اهو على سبيل المثال، فانت ممكن تدبل كليك على اي عمليه من دول وتاساين الريسورس عليها. مثلا ممكن ادبل كليك اهو واجي على الخانه بتاعت ريسورسز وتبتدي تاساين الريسورسز. انا عندي مثلا تاسيس حوائط، نتخيل يعني اللي انا محتاج فيها مهندس مثلا يعني اهو مهندس. نتخيل مثلا انا محتاج فيها على سبيل المثال يعني محتاج طن اسمنت، فاخترت طن اسمنت او لا طن كتير، ممكن اخليه نص طن يعني براحتكم، اروح انا كاتب هنا نص طن مثلا يعني. نتخيل مثلا ان انا محتاج فور اكزامبل مثلا مصروفات عموميه. طب كام؟ وليكن مصروفات عموميه 10,000 جنيه مثلا، 10,000 جنيه. بص لما ادوس اوكي اللي هيحصل، بص لما ادوس اوكي ابتدى يحط لك الريسورسز جنب الاكتيفيتي. يبقى الاكتيفيتي اللي اسمها تاسيس حوائط جنبيها كتب الريسورسز اللي انا محتاجها. طب هنعمل عمود صغير كده نكتب بس كوست، تكاليف. تكاليف بص هيعمل ايه الراجل، اوتوماتيك هيحط لك التكاليف ويحسبها لك اوتوماتيك. طب هو حسبها ازاي؟ حسبها ازاي؟ حسبها على حسب الريت اللي انت قلته له. هخلي مثلا دي 1 داي بس عشان ما نلخبطش. بصوا معايا هو حسبها ازاي. احنا مثلا بتقول لي ايه؟ انت بتقول لي انا محتاج نص طن اسمنت. احنا قلنا نص طن اسمنت
على سبيل المثال نص طن اسمنت، فلما حطينا نص طن اسمنت هو حسب الطن ب 1000 فالنص طن ب 500. طيب المهندس بياخد 10000، فاليوم بتاعه يقف كام؟ هيقسم 10000 على 22 يوم عمل، لو انا هشيل بقى ايام الاجازات هيطلع لك الرقم ده على سبيل المثال. ولو هو قسمها على 30، يعني بص مع بعض اهو الكالكوليتور، 10000 على 22 يوم عمل هيطلع لك بالظبط 455 جنيه. يبقى كأن المهندس اليوم بتاعه ب 455. عرفت منين؟ قسم 30 يوم الشهر، بس هو ما بيشتغلش 30 يوم، هو بيشتغل كام؟ هو بيشتغل 22 يوم عشان في جمعه وسبت اجازه، فهيقسم ال 10000 على 22 يوم هيطلع لك 455 بمنتهى البساطه. طيب المصروفات العموميه انت قلت لي كمان هنزود 10000 جنيه مثلا، يبقى 10500 وكمان 455 هيطلع لك الرقم ده. واضحه يا شباب؟ طيب تاني الاعمال الكهربائيه، مثال تاني اهو، هدبل كليك واختار الريسورسز. نتخيل مثلا محتاج عامل، نتخيل مثلا محتاج على سبيل المثال مهندس موقع، دوست اوكي، اوتوماتيك راح حسب لك الحسبه من غير ما انت تقول له. انا عندي 10 ايام، ندبل كليك تاني عشان تبان، انا عندي 10 ايام معايا، العامل بياخد 200 جنيه في اليوم، ف 10 ايام يبقى 2000 جنيه. الموظف بياخد 455 جنيه في اليوم، ف 10 ايام يعني 4546. هيجمع الاثنين دول يبقى عرفنا التاسك دي بتتكلف كام. هيعمل بقى بوتوم اب من تحت لفوق، عرفنا المشروع لغايه دلوقتي مكلفني كام. فهمتوا يا شباب؟ اللي عنده سؤال يسال. بالظبط، انا بتكلم على ريجولار بيمنت باشمهندس معتز. طبعا الاوفر تايم قصه ثانيه، يعني حتى هنا لو انا بتكلم حتى على الريسورس شيت، يعني بصوا معايا عشان بس سؤال باشمهندس معتز، لو رجعنا على الريسورس شيت هتلاقي هو حاطط لك حاجتين، الستاندرد ريت وحاطط لك الاوفر تايم. يعني مثلا وليكن مثلا الطبيعي ان العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم مثلا، طب لو انت اديته تاسك 10 ساعات هيعمل ال 8 ساعات على الستاندرد ريت، والساعتين الزياده هنعتبرها اوفر تايم. فممكن مثلا يكون بياخد 200 جنيه في الساعه، ده الستاندرد ريت، والاوفر تايم نخليها له مثلا 250 300 على حسب يعني الاتفاق. فانا بمصلحتي اشغله على الستاندرد ريت، ما اديهوش اوفر تايم على سبيل المثال يعني. طيب مين عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال يسال. دكتور يعني حقيقة معلش حضرتك، البوتوم اب اللي هي في التوز والتكنيكس مقصود بيها ان انا بعد ما بصين الكوست لكل حاجه لكل تاسك من اللي عندي دول، بحسبهم من تحت لحد فوق وبحطهم في ال بالظبط. هو طبعا بيحسبها اوتوماتيك، يعني احنا لو جينا مثلا يعني نتخيل انا عندي هنا التاسك دي تحتيها حاجتين، يعني تخيل مثلا ان التاسك دي انسيرت وتحتيها تاسك ثانيه فرعيه، تخيل ان التاسك دي كمان انسيرت وتحتيها تاسك ثانيه، انا بس بوريكم ان ازاي بحسبها اوتوماتيك. ونتخيل ان الاثنين دول سب تاسك، انا هدوس كده اللي هو اندنت عشان يبقوا بس سب تاسك، ونتخيل ان دي هتاخد 3 يومين ودي 3 ايام مثلا يعني، والاثنين على التوازي فده خد 3 ايام، مش قصه كده. بس انا بتكلم بقى على التكلفه، فانا مثلا هشيل التكلفه من هنا الاعمال الكهربائيه وابتدي بقى احط تكلفه على، يعني هشيل الريسورسز من هنا عشان بس تبقى واضحه، هشيل الريسورسز من هنا فالتكلفه رجعت صفر، وابتدي بقى احط التكلفه على السب تاسكس يا ممدوح. فانا هاجي مثلا وليكن يعني احط العامل هنا فده 400، فهيجمع يبقى التاسك دي لغايه دلوقتي 400. برده نفس القصه، نتخيل انا السب تاسك دي هي اللي فيها المهندس على سبيل المثال، يبقى دي 1364 وكمان 400، جمع الاثنين دول يبقى التاسك دي بقت كام؟ ب 1774. جمع الرقمين دول يبقى انا كده لو انا شلت التفاصيل، انت شايف الاجمالي، الاجمالي ده جه منين؟ جه بوتوم اب من اللي تحتيه، يبقى هو بيجمع من تحت لفوق، جمع الاثنين دول طلع لك الرقم ده، جمع ده زائد ده طلع لك رقم المشروع كله بوتوم اب من تحت لفوق. طبعا لو رسمنا ال دبليو بي اس هتبقى واضحه. واضحه يا ممدوح؟ سامعني؟
تمام يا دكتور، مع حضرتك. طيب ممتاز، اتفضل يا باشمهندس معتز. ممكن واحنا متفقين كمان دكتور عزيز حضرتك تبقى نشوف الباقيين، يعني نشوف بقية اللي هي الايتم الثانيه نفس اللي هي الانالوجات والبارامتريك، يعني عشان بس افهمهم ونفهمهم بشكل عملي، لو حلو ينفع نطبقهم حلو. البارامتريك زي ما اتفقنا بنعمل صوره مقايسه. يعني ايه مقايسه؟ يعني بيبقى عندي جدول، وليكن مثلا هفتح لكم جدول اكسل شيت. يعني بصوا معايا هفرجكم، بس اشير السكرين على اكسل شيت اهو، ادي اكسل شيت. نتخيل انا عندي جدول بالشكل ده. الجدول ده عباره عن ايه؟ عباره عن سعر الوحده، او طبعا البند، اخليه باليمين للشمال ونعمله بالعربي. نتخيل انا عندي البند، ونتخيل عندي سعر عدد الوحدات، وعندي سعر الوحده. ده اللي احنا بنسميه عندنا بلغه المقاولين بيسموها مقايسه. فنتخيل يعني ان انا عندي حاجه زي كده. طيب البند مثلا، نتخيل مثلا تركيب ابواب، او ابواب زي ما احنا قلنا ابواب خشبيه. طيب عندي كام باب في الشقه؟ وليكن مثلا عندي 5 بيبان 6 بيبان، مش فارقه. طب الباب الواحد هيكلفني كام؟ وليكن هيكلفني 2000 جنيه مثلا. يبقى هنا هحط الاجمالي. الاجمالي بيساوي ايه؟ بيساوي الرقم ده كروس مضروب في الرقم ده، يبقى 12000. طب نفس القصه، حضرتك بس عشان يظبطها لنا، نفس القصه. نتخيل مثلا انا عندي شبابيك على سبيل المثال، عندي مثلا 5 شبابيك المونتال، والشباك الواحد ب 3000، فهو اوتوماتيك جاب لك 5000. عندي مثلا كرانيش زي ما ادينا مثال، نتخيل عندي مثلا 200 متر طولي، والمتر الواحد ب 50 جنيه، يبقى انت عندك اعمال كرانيش ب 10000، وهكذا. اروح جاي في الاخر عامل الاجمالي. فدي احنا بنسميها عندنا مقايسه، واروح مجمع كل الحدوته دي. يبقى انا عندي هنا ان التكاليف 37000. واضحه يا شباب؟ فطبعا الزملاء اللي شغالين في اعمال المقاولات، او بصفه عامه يعني في المشروعات، بنعمل حاجه بالشبه كده. ايه هنعملها كده، ونعملها عشان تبقى واضحه بالشكل ده. طبعا احنا بنعملها، يعني لو احنا مش عايزين نحط علامات عشريه خلاص، يعني بنشيل العلامات العشريه يعني. فخلاص يبقى انت عندك المشروع كامل اجمالي بتاعه 37000. جت منين؟ زي ما اتفقت، عندك بنود، وكل بند ليه سعر وحده، وعندك عدد. طبعا بيبقى في عندك هنا كمان الوحده، يعني بتزود هنا مثلا عمود، بيبقى الوحده، يعني الوحده. فمثلا ابواب وشبابيك القطعه، مثلا شبابيك برضو قطعه على سبيل المثال، يعني زيها قطعه. عندك مثلا على سبيل المثال الكرانيش، وليكن مثلا متر طولي، ممكن يبقى في عندك بقى متر مربع، ممكن عندك متر مكعب، وهكذا. وعايز تحط بند الملاحظات في الاخر، ماشي. واضح يا ممدوح؟ فهو ده اللي احنا بنسميه بارامترك. تمام. عندك اكتر من بارامتر، اللي هو زي مثلا ابواب وشبابيك ويعني وكرانيش والكلام ده، كل ده بارامتر. فبقول عندك كام بارامتر في يعني المشروع، والبارامتر واحد مكلفك كام. لو انت عندك بقى مصاريف زياده هتزودها. عندي مثلا مصاريف عموميه، هزود بند هنا مثلا زي ما احنا قلنا مصاريف عموميه، وممكن نكتب ده رقم فيكسد بقى، يعني مش مصاريف عموميه، مصاريف تراخيص تصاريح، وليكن مثلا 10000 جنيه، فبرضه هيزودها لك. عندك مثلا تصاريح، وليكن هنعمل تصاريح هتكلفنا مثلا 20000، ويجمع حالك وهكذا يعني. فده اللي احنا بنسميه بارامترك يعني. مين عنده سؤال تاني؟ دكتور بعد اذنك. اتفضل يا عم، هرجع لك يا معتز. حضرتك مين اللي معايا؟ طيب لو سمحت يا دكتور، لو انا مثلا عندي ريسورس معين زي العماله مثلا، انا حطيت ان انا يوميه العامل ب 200 جنيه، تمام؟ في بند معين مثلا بيحتاج 20 عامل. انا لما جيت ادخل قلت له ان انا محتاج بند عماله لمده 5 ايام، هو بيضرب 5 في 200 يعني مثلا كده، ولا هو ازاي هيعرف عدد العمال؟ صح، هو كده معتبر ان انا عندي عامل، العامل بياخد 200 جنيه وعندك 5 ايام، ف5 في 100، 5 في 200. فلو انت عايز تزود عامل واحد وعامل اثنين وعامل ثلاثة، وعايز تحط بقى احمد ومحمد ومصطفى، على فكرة تمام.
مثال ان 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 العامل بياخد 200 جنيه ممكن يبقى عندك اكتر من عامل واليوميه بتاعت العمال مختلفه. يعني احمد مصطفى بياخد 150، يعني انت اصلا ممكن تدي تفاصيل اكتر بحيث تحط العمال اللي عندك وتدي كل عامل يعني اليوميه بتاعته اللي انت متفق معاه عليها لو هي كانت رقم يعني متغير. طيب انا لما جيت اوصف الريسورسز ودخلت علشان احط بند عماله ما فيش فيها عدد، يعني بتحط انه في بند عماله وهو اوريدي بيحط الخمسه او بيحط 100%، يعني في نسبه بس مش حاطط عدد. ما انا شكيه بقول لك، ما انت هتيجي في الريسورس شيت مش هتكتب بقى بند عامل، هتكتب احمد ومحمد ومصطفى. وعلى فكره ودي برضو ميزه تاسيس الحوائط اشتغل فيها احمد، طلع مشكله في تاسيس الحوائط هرجع لاحمد. على عكس لو انت كاتب 10 عمال اشتغلوا في تاسيس الحوائط، طب وفي مشكله في تاسيس الحوائط، طب انا عايز اعرف مين صاحب المشكله. تمام صدقني. تمام. ممكن احط مثلا في معلم وعامل بتبقى يومياتهم مختلفه، ف يعني احنا ممكن نختار اكتر من واحد، يعني انا قصدي بالتوصيف بالتريد بتاعته يعني. يعني بص، يعني هناخد نفس الاكزامبل باشمهندس عمرو. يعني تخيل مثلا انا عندي احمد ومحمد مثلا، يعني احمد ومحمد ان الريت بتاعهم مختلف، ان احمد مثلا بياخد وليكن مثلا 150 في اليوم على سبيل المثال. تمام. ايه عندي مثلا سوري مية وخمسين بردي، هو عشان الدي كابيتال ماشي حقك علي، مية وخمسين بردي عندي. وليد محمد بياخد مثلا 220 مثلا يعني. تمام. انا كده مثلا حاجة بقى على التاسك نفسها، ممكن التاسك دي يكون بيعمل احمد، فاختار من هنا احمد. وممكن لو انا عايز بقى احط انه في زي احمد مثلا بدون اسم، يعني مثلا عامل عادي بيحتاج 10 عمال، ينفع ان انا احط انه 10 مثلا من العوامل اللي يوميته 200 جنيه مثلا؟ هو احنا في عندنا ريسورس جروب ممكن. تمام. ايوه فين هنا بقى اقدر اوصف؟ يعني مثلا انا عايز تمام خمس عمال مثلا. هجرب معاك يا باشمهندس عمرو. تمام. انا هنا لو اديته اكتر من 100% اعتبر عنده اوفر تايم. يعني مثلا انا لو اديته هنا مثلا 200% مثلا، يعني هيعرف ان اشتغل وقته اوفر تايم كمان. ايوه مش هيعرف ان في 10 زي احمد مثلا. بالظبط، فهو هيستوعبها كده، هيستوعبها اللي هي شغال اوفر تايم. تمام. يبقى انت محتاج تكسرها وتديها بالاسماء، او تديها عامل واحد عامل اثنين عامل ثلاثة وتشغلها بالشكل. تمام. ممتاز. معتز شكرا. سؤال؟ شكرا لك يا عمرو. معتز دكتور بعد اذنك، هو فيكسد ان هو بيقسم عدد راتب المهندس على 22 يوم مش على 30؟ ما عشان كده بقول لك، هو بيحسبها بالوركينج. يعني هو احمد مثلا بياخد 10,000 على سبيل المثال، بس ال 10,000 دول هو بياخدهم على الايام اللي بيجي يشتغل فيهم عندي، فبيقسم على الوركينج دايز عشان يجيب لك اليوم العمل الواحد مكلفني كام. طب خلي بالنا ان الاتش ار قصه ثانيه، يعني انا لو انا بتكلم على الاتش ار تبقى الحسبه غير كده، بس انا بتكلم بصفه عامه. احمد بياخد 10,000، لو انت قسمتها على 30 يوم هيبقى اليوم ب 333. ولكن لو انت قسمتها على 28 يوم على 22 يوم، طب 22 يوم جابها منين؟ انا اللي قايلها له اصلا. يعني انت لو فاكرين في الاول خالص برضو في السيتنج لما في الاوبشن انا كنت قايل له في السيتنج بتاع السكادول، كنت قايل له ان الشهر 22 يوم. لو انت قلت له الشهر 20 يوم هيقسم على 20. تمام. هي في الاخر هي كالكوليتد فيلد. انت قايل له دلوقتي ان عدد ايام العمل في الشهر 22 يوم، وبالتالي هو لما جه قسم 30 اسف 10,000 ما قسمهاش على 30، قسمها على 22. تمام يا دكتور، شكرا. تمام ممتاز. باشمهندس محمد اتفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل باشمهندس محمد. هو بس تعقيبا على النقطه اللي كان فيها باشمهندس معتز، هي دي شبه يعني بس هي نفسها نفس فكره الكالندر في البرمافيرا مش كده؟ بالظبط مظبوط. لان انا الكالندر في البرمافيرا انا بدخل فيها عدد ايام العمل والاجازات تبع السنه ولو في اعياد او كلام من ده. مظبوط. فهل الام اس بروجكت بيحسب برضه بنفس الطريقه؟
مش كده ولا انا بالظبط احنا جينا المحاضره اللي فاتت باشمهندس محمد قلنا ازاي ظبط انا ما تابعتش بس الحته دي في المحاضره اللي فاتت معلش احنا جينا المحاضره اللي فاتت جينا في السيت اب بتاع السوفت وير قلنا في الاول خالص باجي على قائمه فايل واختار اوبشنز وابتدي احط فيها السكادول بدايه الاسبوع وبدايه العام المالي وعدد الساعات للاسبوع واليوم والشهر وقلنا كمان بجد اللي انا بستخدمها اي جي بي على سبيل المثال ايجيبشن باوند جنيه مصري وقلنا كمان بظبط قائمه بروجكت بظبط الوركينج تايم فبحدد ايام الاجازات امتى فعلى سبيل المثال جمعه وسبت طبعا الديفولت بيبقى سبت وحد وكمان بحط فجينا المحاضره اللي فاتت قلنا لو عندي مثلا على سبيل المثال 6 اكتوبر مثلا ف 6 اكتوبر ده اكسبشن وهكذا فانا ممكن اجي هنا اجازه 6 اكتوبر اقول ده اجازه رسميه اكسبشن فده مثلا عيد 6 اكتوبر وممكن كمان اكرر الموضوع ده انيولي ما هو ده العيد ده بيتكرر كل سنه فانا ممكن اجي هنا اختار ان العيد 6 اكتوبر بيتكرر مثلا لمده 10 سنين 20 سنه عشان هو يعملها لي اوتوماتيك فزي ما حضراتكم شايفين 6 اكتوبر يوم 3 اجازه طب لو احنا جينا مثلا 6 اكتوبر 21 اهو ادالك يوم اجازه اكسبشن لو انا جيت مثلا 6 اكتوبر 22 هيدالك برضو يوم اجازه عشان ده اكسبشن وهكذا فانت بتحط تمام تيجي في الاول خالص تحط الوركينج دايز والنون وركينج دايز وبتظبط كمان الاجازات عشان بس هو بتعمل الكلام ده مره واحده بس هو بيظبطها على مدار المشروع يعني نفس فكره نفس الكالندر البي بي 6 بالظبط يس يس بالظبط بالظبط باشمهندس هايل هايل طيب حدا سؤال قبل ما نكمل شكرا يا دكتور شكرا شكرا ليك بالتوفيق ان شاء الله باشمهندس محمد شكرا لحضرتك حد عنده سؤال قبل ما نكمل طيب هايل طيب نكمل مع بعض نرجع مره ثانيه على الباوربوينت برزنتيشن فاحنا كل اللي احنا عملناه عملنا ايه عملنا استيميت كوست لكل اكتيفيتي عندي في البروجكت وكمان عملنا استيميت كوست جمعنا من تحت لفوق جبنا الورك باكجز جمعنا من تحت لفوق جبنا الكنترول اكاونت جمعنا من تحت لفوق جبنا المشروع نفسه هيكلفني كام ندخل بقى على الديترماين بادجت احنا تقريبا شرحناها يعني بس الديترماين بادجت القصه بمنتهى البساطه اللي انا بعمل كوست اجريجيشن اجريجيشن عكس الديكومبوزيشن احنا الديكومبوزيشن كنا بنكسر ونقعد نكسر 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 لغايه لما نطلع الورك باكجز ونكسر الورك باكجز لغايه لما نطلع الاكتيفيتيز انا كنت عمال اكسر من فوق لتحت هنا العكس بقى بجمع من تحت لفوق فده بيسموه اجريجيشن يبقى اجريجيشن معناه بوتوم اب اللي انت بتجمع من تحت لفوق فده معنى كلمه كوست اجريجيشن طيب يبقى احنا وصلنا اللي انا عندي كل اكتيفيتي هتكلفني كام ابتدي اجمع اجريجيشن من تحت لفوق عرفت ان الورك باكج هتكلفني كام وعرفت ان الكنترول اكاونت هيكلفني كام وعرفت ان المشروع كله هيكلفني كام ما انساش كمان بحط الريزرفيشن اللي احنا قلنا عنها يعني انا لو عندي مثلا اعمال كهربائيه وانا متوقع ان الفتره اللي جايه النحاس يزيد وبالتالي ان كابلات الكهرباء احتمال تزيد الفتره الجايه فانا ممكن احط يعني احتياطي ان كيس مثلا لو قلنا اعمال كهربائيه وليكن مثلا ب 50000 ازود 2000 ولا 3000 احتياطي عشان لو اسعار النحاس زادت الفتره الجايه يبقى انت بتزود contingency reserve ان كيس لو انت عارف او عندك مثلا يعني probability او عندك احتمالية ان الاسعار تزيد الفترة الجاية طيب لو انت مش عارف خلاص انت بتجمع كله من تحت لفوق وتحط contingency reserve وتبعت على sponsor sponsor يزود كمان management reserve حلو قوي يبقى تاني يبقى الهدف الاساسي بقى اطلع بايه اطلع بحاجة اخيرة اسمها cost baseline هنتفرج عليه كمان شوية طيب ايه المدخلات اللي عندي الكوست مانجمنت بلان الريسورس مانجمنت بلان هناخدها في الريسورسز السكوب بيز لاين شرحناه البيزس اوف استيميت الكوست استيميت لسه طالعين منها في الاستيميت كوستس البروجكت سكادول طلعنا بيه في الديفلوب سكادول الريسك ريجستر هناخده في الريسك وعندي مجموعه من البيزنس دوكيومنتس اللي انا اوريدي طلعت بيها في البدايه زي البيزنس كيس والبنفيتس مانجمنت بلان والاجريمنت هنطلع منها في البروكيورمنت والاي اف والاو بي اي الاوتبوت الرئيسي الكوست بيز لاين وده ثالث بيز لاين ناخده مع بعض احنا خدنا مع بعض السكوب بيز لاين اللي احنا قلنا عباره عن ايه عباره عن الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري والسكوب ستيتمنت ودرسنا مع بعض المحاضره اللي فاتت السكوب السكادوال بيز لاين وده ثالث واحد هناخده النهارده الكوست بيز لاين يبقى انا عندي فيه لغايه دلوقتي 3 بيز لاينز
بيطلعوا معايا. البيزلاين بيروحوا فين؟ بيروحوا في البروجكت مانجمنت بلان، زيهم زي البلانز بالظبط. يبقى زي ما شرحنا قبل كده ان البلان تدخل في البروجكت مانجمنت بلان، وكمان السبسيدري بلانز، وكمان البيز لاينز تدخل في البروجكت مانجمنت بلان. طيب الجديد علينا بقى، ركزوا معايا، الجديد علينا البروجكت فاندنج ريكويرمنتس دي جديده، الفاندنج ليميت ريكونسليشن، والفاينانسنج، هم دول الجداد علينا. بس باقي الحاجات احنا كلها شرحناها. زي ما انتم شايفين احنا كل ما بنمشي في المنهج كل ما بتلاقي فيه حاجات ريدندنسي، حاجات بتتكرر وحاجات جديده، فانا دايما بركز على الحاجات الجديده نشرحها، والحاجات الريدندنسي خلاص احنا شرحناها اوريدي يعني. فالجديد علينا في يعني في السلايد ده كله ثلاث اربع كلمات: فاينانسنج يعني تمويل، فاندنج ليميت ريكونسليشن هنعرف معناها ايه، والبروجكت فاندنج ريكويرمنتس. كويس قوي، نكمل ونفهم دول معناهم ايه. يبقى انا عندي الديترماين بادجت، هنعمل بس زوم عشان تبان دي العمليه 7.3 بتاخد لها شويه مدخلات زي ما انتم شايفين. الاجريمنت بتطلع من البروكيورمنت، لسه ما شرحناش هنشرحها ان شاء الله في اخر المنهج الفصل ال 12. طيب البيز لاين ما انساش زيه زي البلان بالظبط، بيروح فين؟ بيروح ل البروجكت مانجمنت بلان. يبقى البيز لاين بيروح للبروجكت مانجمنت بلان زيه زي البلان بالظبط، يعني الكوست الكوست مانجمنت بلان، السكوب مانجمنت بلان، السكيدول مانجمنت بلان راحت فين؟ راحت جوه الفولدر اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان. نفس القصه البيز لاينز اوتوماتيك بتروح للفولدر اللي اسمه بروجكت مانجمنت بلان. عندي بروجكت فاندنج ريكويرمنتس هتروح للعمليه اللي احنا نشرحها بعد البريك الكنترول كوستس، وعندي مجموعه من الابديت للدوكيومنتس. حلو قوي. طيب ركزوا معايا، يعني ايه بروجكت بادجت؟ احنا قلنا في فرق ما بين بادجت وبالانس، ميزانيه وموازنه. وطبعا لو في حد من حبايبنا المحاسبين ياكد كلامنا، حد معانا محاسب محاسبي او يعني خريج تجاره او خريج بزنس ادمنستريشن، ايه الفرق ما بين البادجت والبالانس؟ حد يقول لي، حد يقول لي الفرق ما بين البادجت والبالانس؟ دكتور الموازنه تكون تخمينيه، اما الميزانيه تكون دائما يرافقها حسابات ختاميه، يعني شيء انت عملته وصرفته. ممتاز 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 ممتاز، هايل 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 ممتاز. طيب ركزوا معايا، كلام حضرتك مليون في الميه صح. دايما الميزانيه بتبقى عن الماضي والحاضر اللي احنا بنسميها البالانس، ودايما المستقبل بعمل له بادجت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال احنا النهارده كام؟ النهارده احنا 12/8/2020، احنا هنا اهو، احنا دي النهارده 12/8/2020. فالنهارده ممكن اجيب لك البالانس بتاع المشروع، وطبعا لو احنا بنتكلم على الشركه بصفه عامه يقول لك ان البالانس ثلاث حاجات: الاسيتس واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي من وجهه نظر المحاسبه. ففي حاجه اسمها بالانس شيت او الميزانيه، يقول لك الميزانيه ثلاث حاجات: الاسيتس الاصول، سواء بقى كانت فيكسد اسيتس او كرنت اسيتس، اصول ثابته واصول متغيره، واللايبيليتيز الحسابات الالتزامات، سواء برضو كانت شورت تيرم لايبيليتيز او لونج تيرم لايبيليتيز، والاونرز ايكويتي اللي هي عباره عن الكابيتال راس المال زائد الريتيند ايرننجز الارباح المحتجزه. فده ده ده شغل محاسبي بيور اكاونتنج. ففي حاجه اسمها القوائم الماليه او الفاينانشال ستيتمنتس، بنيجي في نهايه العام المالي بنطلع حاجه اسمها الحساب الختامي. فالحساب الختامي لو انا بتكلم على شركه مثلا العام المالي بتاعها بيبدا 1/1 ويخلص 31/12، فنيجي في 31/12 نطلع بالانس شيت وانكم ستيتمنت وريتيند ايرننجز ستيتمنت والكلام ده. طيب البادجت غير كده بقى خالص، البادجت عن اللي جاي. انا عايز اعرف في 2022 هنصرف فلوس قد ايه، عايز اعرف المشروع على مدار الخمس سنين الجايين هيصرف فلوس قد ايه، عايز اعرف البادجت اركن فلوس على ايه على جنب، احط مخصصات ماليه قد ايه. فده معنى كلمه البادجت. فبعد البريك ان شاء الله تعالى هنشرح يعني ايه بادجت، ونعرف ازاي بتعمل بادجت. بس هي بصفه عامه a project budget includes all the fund authorized to execute the project. The cost baseline is the approved version of the time phased project budget that includes the contingency reserve but excludes the management reserves.
نطلع بريك وبعد البريك نكمل إن شاء الله يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.